أنا اسمي سيدة فتحي، سني 35 سنة، ومعايا طفلين، ويعني معايا طفلين. وعامة أنا ابتديت الشغل من 4 سنين، تمام. ابتديت مشروع المكوى لأن كان في يوم فيه ويوم ما فيش، تمام. فابتديت إن أنا أفتح مشروع مكوى وكده، والحمد لله الحال معايا كويس والحمد لله. السبب لأن جوزي مندوب مبيعات ملابس، وطبعا لما لقيت الشغل كنت أنا الأول بشتغل، فكنت بساعد. جيت طبعا حملت، فلقيت ان الحمل زاد كمصاريف ولاده وكمصاريف حاجات، فاضطريت ان انا بعد الحمد لله ما ولدت ب3 شهور عامه، رحت فاتحه المشروع اللي هو المكوى بس. فاشتغلت يعني، وحاليا لاديله 4 سنين. ببتدي يومي ان انا اول حاجه طبعا ببقى في البيت بفطر العيال وكده، وباجي على الدكان بعد ترويق البيت، وانظم بيتي الاول عشان يبقى رايق. وطبعا باجي في الدكان كنت بمسحه وبكنسه عشان الزباين لما تيجي داخله بيبقى حاجه حلوه، وكمان برش معطر عشان الزباين، تمام. وبعد كده بقى بستنى الرزق اما يجي. هل في حاجه من امبارح مثلا بروح جايه مكويه شغاله فيها؟ مفيش حاجه من امبارح، بستنى يومي ان ربنا يرزقني مثلا. وعامه هنا عشان منطقه ارياف، فطبعا المكوى اغلبيه حريم اللي بتجيبها، فلما بتكون ست هم بيرجحوا الست اكتر، لان هم يعني اللي هم رجالتهم بيطلعوا على شغلهم، وهم اللي بيكلوا من اللبس بيجيبوه عندي ان هو يكوي كده. فكله بيحب ان انا ست باكل لبس، بدل ما هم يروحوا عند راجل ويقعد يقول لهم مثلا لا شويه كده، ويرجع يحرجهم تاني مثلا. لكن انا بعمل لهم اللبس وبقول لهم ميعاد محدد يجي ياخدوه. بصراحه زوجي يعني تقبل الموضوع وقال لي انت حاجه كويسه جدا ان انت فكرتي فيه، ان الناس تكون محتاجه لك بس انت مش محتاجه لحد. فمنها بتساعد برضو معايا في المعيشه، بس هو حاليا الاول ما كانش معاه، بس راح عمل لي بصراحه جمعيه وجد الفلوس، جبت المكوى. بتمنى ان انا يكون المشروع عندي كبير، يكون فيه مغسله بدل مواد بره، ويكون عندي الجهاز بتاعي جديد برضه. بتمنى لاولادي باذن الله ان هم يطلعوا حاجه كبيره، وان انا افضل معاهم من دلوقتي لحد ما يكبروا، عشان ما يتمرمطوش بمعنى الاصح، يبقى قاعدين حتى شغلانات حلوه وكده.